ولمزيد من النقاش حول موضوع التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، معنا من اسطنبول الدكتور أمجد، الباحث المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية. أرحب بك معنا دكتور أمجد جبريل. أهلا وسهلا. أولا، اتفاق جديد بين الكيان الصهيوني وبين البحرين بعد أقل من شهر على اتفاق تطبيعي سابق بين الإمارات والكيان الصهيوني، لماذا تلجأ هذه الدول على الرغم من عدم وجود حدود بينها وبين الكيان الصهيوني، أو عدم وجود معارك أو حروب سابقة بينها وبين الكيان الصهيوني، إلى عقد اتفاقات تطبيع وسلام بينها وبين الكيان؟ اعتقادي أن هناك ضغوطا أمريكية هائلة تمارسها إدارة الرئيس ترامب على الدول العربية، وبالذات الدول القابلة للتطبيع يعني كالإمارات والبحرين، وربما يعني بدرجة من الدرجات رفع تمثيل معين أو شيء من هذا النوع بين السودان ممكن، والسعودية أيضا ربما محتملة، وممكن سلطنة عمان. لكن يعني هذا الحراك الأمريكي أعتقد أنه حراك انتخابي يهدف إلى دعم الرئيس ترامب في معركته الانتخابية المقبلة. وأيضا من الناحية الأخرى، لاحظ أن الدول العربية التي تعلن التطبيع مع إسرائيل هي كلها دول تعاني من أزمات داخلية، يعني هناك أزمة شرعية حقيقية. دول مثل الإمارات، دولة مثل البحرين، في الحقيقة يعني تحتاج إلى داعم أو حليف خارجي، هو الحليف الإسرائيلي في هذه الحالة، يعني بوصفه أنه يعني ربما يحل بعض المشكلات الداخلية، يعني بمعنى أنه مشروع الإمارات برأيي يصطدم بعقبات إقليمية كثيرة، سواء في اليمن أو في ليبيا أو في أماكن أخرى، ولذلك هي تحتاج إلى أن يعني تستقوي بحليف إقليمي مثل إسرائيل، وإن كان في رأيي الشخصي أنه لن يوفر لها الأمن طبعا، وبالعكس هو يزيد التوتر الأمني مع إيران، يعني ربما يدفع إيران في اتجاه أن تجري مناورات أكثر، ورأينا المناورات التي كانت منذ أيام تحت شعار قدرة دفاعية أكثر واقتدار أكبر في مواجهة التحديات. أعتقد أن الدول العربية تورط نفسها في مواجهات غير ضرورية. نعم. طيب، من ناحية أخرى، السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها واستنكارها لإعلان تطبيع العلاقات بين الكيان المحتل والبحرين، وقبل ذلك بين الكيان وبين الإمارات. لكن في المقابل، السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير هي كانت قد لجأت قبل أكثر من 20 سنة إلى اتفاق أوسلو، وهو اتفاق تطبيعي سيء الذكر كما تعرف. الآن نحن أمام وقائع جديدة، الآن العرب يطبعون بلا داعي لهذا التطبيع، كيف تتوقع أن يؤثر ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية؟ هو لا شك أنه الصعوبات أمام القضية الفلسطينية تزيد، لكن دعنا نؤكد أنه مثل ما تخلق هذا التطبيع، مثل ما يخلق أزمات للسلطة الفلسطينية، فإنه في الواقع يخلق أيضا فرصا أمام الشعب الفلسطيني لكي يتحرك في اتجاه خدمة قضيته. دعني أعلق أيضا على فكرة أنه السلطة الفلسطينية لم يعد لديها كثير من الخيارات، هذا شيء مهم جدا، وعليها إذا كانت فعلا تريد أن يعني تبطئ معدل التطبيع العربي مع إسرائيل أن تسحب اعترافها منظمة التحرير، أن تسحب اعترافها فورا بإسرائيل. هذه الخطوة ربما تفرمل ما يحدث عربيا، وباعتبار أنها تعيد المسألة إلى نطاقها الصحيح، يعني القضية الفلسطينية بحاجة أن تعود إلى حركة كأنها حركة وطنية ضد الاحتلال، ضد نظام تمييز عنصري أبرتايد، وليست بحاجة إلى كثير من البيانات والإدانات. وبالمناسبة هناك دعوات فلسطينية من بعض الفصائل أعتقد أنها ليست سليمة حول الانسحاب من الجامعة العربية، لأنه سياسة المقعد الخالي لم تحقق في كثير من الأحوال النتائج المرجوة. نعم، هناك خلاف عربي فلسطيني يتصاعد في رأيي الشخصي، وحتى الانتخابات الأمريكية يعني حتى يوم 3 نوفمبر المقبل سنشهد ربما تصاعدا في موجة التطبيع الحالية، لكن رأيي الشخصي أنه ينبغي الاستمرار في الجامعة العربية حتى لو كانت الجامعة أصبحت يعني تعطي غطاء لهذا التطبيع، بحكم أن الذي يهيمن على الجامعة هو الثلاثي الإماراتي السعودي المصري الذي هو كلهم مع التطبيع، يعني ليسوا ضده على الإطلاق، علما بأنه أخطر شيء ينفع أن يحصل فعلا هو تطبيع من نوع ما بين السعودية وإسرائيل، أعني تطبيعا دبلوماسيا، وإن كان احتماله ضعيف في رأيي ولا يزيد عن 30%، لكن هو رمزيته كبيرة جدا جدا، علما بأن هناك تطبيعا استراتيجيا وأمنيا حقيقيا بين إسرائيل والسعودية، هناك تنسيقا ضد المقاومة اللبنانية، حزب الله ضد المقاومة الفلسطينية أيضا في حرب غزة في عام 2014. يعني هناك مظاهر لتطبيع استراتيجي يحدث بين السعوديه واسرائيل بعيدا عن تطبيع الدبلوماسي،
حتى لو لم يحصل تبادل للسفراء او شيء من هذا. وفي رايي انه علينا ان ننتظر ايام مقبله كي نرى اذا كانت السعوديه بالفعل سيتغلب فيها هذا الجناح الجديد بقياده محمد بن سلمان، يتغلب على الحرس القديم ويذهب في اتجاه خطوات ربما بعض الخطوات التطبيعيه حتى لو كانت رمزيه، مثلا مثل حضور السفير السعودي مثلا احتفال التطبيع في واشنطن في يوم 15 من سبتمبر هذا الجاري. نعم. او مثلا توجيه اشارات من نوعيات معينه يمكن ان تكون مؤثره ايضا على القضيه الفلسطينيه. نعم. انت ذكرت كلاما مهما دكتور فيما يتعلق بخيارات الشعب الفلسطيني وخيارات السلطه الفلسطينيه. وكان هناك قبل ايام قليله اجتماع للامناء العامين، الخيارات قليله وكلها خيارات وتحديات كبيره في الحقيقه. السؤال الذي يطرح نفسه، الم يعني يصبح او يمسي الان الوقت الانسب لكي تنسحب السلطه الفلسطينيه من هذه الاتفاقيات التي فتحت الباب للدول العربيه لكي تقوم بعمليه التطبيع الان؟ اليس الان هو انسب وقت من اجل التحلل من هذه الالتزامات؟ نعم تماما، انا في اعتقادي ان من اكبر اخطاء قياده منظمه التحرير الفلسطينيه رئيس ياسر عرفات الرئيس الراحل انه وقع هذه الاتفاقيات، وان عليه فورا او على السلطه الفلسطينيه ان تنسحب فورا من اعترافها باسرائيل، لانه عدم اعتراف الفلسطينيين وهم الطرف المباشر المعني بالقضيه الفلسطينيه، عدم اعترافهم باسرائيل يضعف الموقف العربي الراغب في التطبيع مع اسرائيل. فلذلك انا تماما مع سحب الاعتراف باسرائيل فورا بدون تردد مهما كانت النتائج، لكن لست مع توجيه رسائل خاطئه للجامعه العربيه، اعتقد اننا بحاجه الى هذا الدعم العربي حتى لو كان في حده الادنى، وانا معترف انه نحن نعيش موجه من التخلي العربي ربما عن القضيه الفلسطينيه، وان هناك ظروفا صعبه في الحقيقه في اغلب الدول العربيه، يعني مثلا السودان مثلا يواجه هذه جائحه الفيضانات الموجوده التي من الممكن جدا ان تضغط على السلطه في اتجاه ان تطبع مع اسرائيل في هذه الاسابيع المتبقيه قبل الانتخابات الامريكيه. اشكرك جزيلا دكتور امجد جبريل الباحث المتخصص في الشؤون العربيه والاقليميه، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول.